أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يدعو الجيلاني ويقول أغثنا يا جيلاني؟ مشرك الذي يقول يا جيلاني يا عبد القادر، يا حتى لو قال يا رسول الله أغثني أو أعطني، كن مشركا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول: وهل يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالجهل وهو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع اليوم الحمد لله يذاع كل شيء من الدعوة إلى الله ومن الدروس ومن هذا، من حكمة الله لإقامة الحجة على عباده. الآن ينشر كل ما يقال من المواعظ ومن التذكير ومن الدروس النافعة، كله يذاع ويسمعونه الناس. نعم.